شو تداعيات الحرب اللي عم بتصير بغزة على الاقتصاد اللبناني؟ خلينا نبدأ بالاقتصاد اللبناني وبعدين نتفصل ببقية الاقتصادات. يعني أول شيء نحن ما نترحم على الشهداء، سواء شهداء بغزة يلي هن النسبة الأعلى منهم أطفال ونساء، وأيضا الشهداء اللبنانيين. يعني كمان اليوم الاعتداء عم بيكون كتير كبير على لبنان، وللأسف يعني هيدي الأمور عم بتفاقم الوضع الاقتصادي. نحن بنعرف بالأساس عنا أزمة اقتصادية مالية نقدية بالبلد واجتماعية وصحية، وعنا أزمة أخلاق حتى، لأنه نحن دائما بنشوف تجار الأزمات يلي حجبوا الدواء والغذاء عن الناس سنة 2021، حتى المحروقات. يعني صرت بدك تشحدي بنزين لحتى تتنقلي. طبعا مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، نحن شهدنا شوي، خليني أقول خضة شوي بالاقتصاد الوطني، بدأت على صعيد الأمن الغذائي في لبنان، وأيضا الخوف على المحروقات في لبنان، وأيضا الخوف على الأدوية. لأنه لما تحكي بعدوان دائما نحن بنرجع لسنه 2006، ولكن الظروف في العام 2006 تختلف حاليا يعني عن الوضع الحالي. لبنان عانى ويعاني اليوم من العلاقات مع الدول العربيه، خاصه انه لبنان للاسف يعني خرج من الحضن العربي بمرحله ما، اضافه الى ذلك التراكمات المتعلقه بملفات الفساد. هنالك الكثير من المودعين العرب راحت اموالهم بالمصارف اللبنانيه، تم الاعتداء ايضا على الاستثمارات العربيه وكل ما هنالك. بدايه كان لبنان يعول على فصل تشرين أول تشرين ثاني، هاي بالعادة بتكون المرحلة الميتة بالقطاع السياحي، ولكن نظرا شفنا الهبة والفورة بالقطاع السياحي ومجيء السياح، وناقشنا هذا الوضع نحن وياكم، كان في تعويل. وحتى يعني أهل أصحاب الاختصاص بالقطاع السياحي بيقولوا أنه كان في حجوزات من أوروبا الشرقية حتى من بعض الدول العربية، ولكن يعني للأسف ألغيت كل هذه الأمور. شهدنا أيضا طيران الشرق الأوسط، وبسبب طبعا يعني زيادة نسبة التأمينات على الطيران، اضطر ينقل الطيران ما بين الأردن وقبرص. إضافة إلى ذلك تراجعت يعني حركة الوافدين إلى لبنان، عم بحكي بأول 10 أيام وقرابة 20%، وهذا الأمر عم بزيد. اليوم إلى اليوم نحن كل الخطط، خطط الطوارئ التي توضع هي حبر على ورق، يعني إذا بنقراها نحن تكاد تكون أنه عم نقرأ مثل نثر. يعني ما عم تقرأ أنه أنت بالفعل خطة الطوارئ كيف بدك تتصرفي، لأنه بالأساس الأزمة لم تعالج من جذورها، واليوم أنت عندك وضع عم بفاقم الأزمة والخوف. يعني إذا ما استمرت الأوضاع بالجنوب اللبناني قد تكون محصورة الأضرار إلى حد معين، أما لا قدر الله إذا شفنا توسعت القاعدة وطالت كل المناطق اللبنانية، بالتالي عن جد فينا نقول الضرب بالمقتل، يعني منكون نحن بالفعل انتهينا. بس خلينا نقدر يعني نحاورك للاخر، لانه اذا من البدايه هيك ما حاسس عم خبركم اللي بده اللي يعني طبعا نحن بننطيك الناطره، لانه هالقد يعني بنوثق بكلامك، فمن هون يمكن الغصه. محاسن على الصعيد الوطن العربي اذا بدنا نحكي بتداعيات يعني كل شيء عم بيصير، نعم قد ممكن يتاثروا الى اليوم بكل الاحوال. خلينا نحكي انه اليوم لا تزال كافة الدول بعد ما طلعت، يعني ما قدرت الدول قلعت باقتصادات كورونا وفتح كورونا، جتنا الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء وأيضا أزمة النفط والمحروقات. واليوم أيضا يعني كل الدول بشكل أو بآخر، بشكل مباشر تتأثر وبشكل غير مباشر ما بتتأثر، ولكن طبعا يعني دائما الدول يلي بتكون قريبة من دائرة الصراع هي الأكثر عرضة إلى ذلك. يعني عم بحكي اليوم عن الأردن، لبنان، الأردن، لبنان ومصر، يعني لأن بطبيعة يعني الجغرافيا صحيح الموجودة هلأ. وطبعا اليوم المناطق دائما الاقتصادات هشة يلي بيكون فيها نزاعات مثل العراق وغيرها، بالأساس يعني ما عندها هالتأثير. أما بالنسبة أيضا لدول الخليج العربي، مما لا شك في أنه يعني اقتصاداتها متينة لا تتأثر بهذه الأحوال، إنما أوروبا
اليوم قد تعاني نظرا إلى موضوع الغاز، يعني الغاز طبعاً اللي كانت عم بتأمنه من إسرائيل وأيضا من مصر، وحتى يعني المفارقة أنه كان مفروض يدخل أو سمحت إسرائيل بصيف 2023 ببدء استخراج الغاز من حقل مارين يلي هو على شاطئ غزة، ويلي هو في احتياطات بتؤدي لقرابة 25 سنة لفلسطين، وأيضا بالإمكان التصدير منه. كان على أساس أنه يتم الاستفادة تسييل هذا الغاز بمصر وشحنه إلى الدول الأوروبية والاستفادة من العائدات إلى فلسطين، ولكن ما حسن بما أنه طرقت لموضوع الغاز وبما أنه عم نحكي اقتصاد، من فترة طلع على الإعلام بلبنان أنه بلوك رقم 9 حفروا ولم يوجد غاز عنه. شو تداعياتها الاقتصادية على لبنان؟ أولا خليني أقول نقطة، إلى اليوم هنالك عدة علامات استفهام تطرح حول إعلان توتال عن هذا الأمر، سيما وأن توتال قبل بمدة معينة طلبت تصاريح لجلب موظفين لموضوع التنقيب عن الغاز، وحتى توتال قالت أنه من خلال التنقيب، يعني كنت عم بسأل أحد الخبراء المختصين بشأن النفطي أنه لقيت الذرات تبع الغاز أنه موجودة، فلهيك هي وقتها استدعت موظفين لها لتقول أنه فجأة اكتشفت مياه حلوة. بس ولكن هذا الأمر أساساً محاسن مش بارت صغيرة، صح، 100% يعني بعد في كتير، صح. لا، وحتى برجع بقلك أنه اليوم في علامات استفهام، قد يكون هذا القرار سياسي وهو نوع من الضغط على لبنان. صحيح. هلأ بطبيعة الأحوال، ولكن انتبهي بدي أقلك شغلي، مش آخر الدنيا، يعني قطر يلي عندها أعلى احتياطي غاز اجوا نقبوا مدة وقالوا ما في وما لقوا، بعد 5 سنين بيطلع عندها أنه أعلى احتياطي غاز بالدول. فالأمور مفتوحة، ولكن لبنان محكوم بالصراع الجيوسياسي وهذا الأمر يلي بأثر عليه. محاسن، كيف ممكن للحكومة اللبنانية أنه تتعامل مع كل شيء عم بيصير بغزة؟ هلا للأسف الحكومة اللبنانية عاجزة من الأساس، أو ما في رغبة ولا نية بالخروج من هذه الأزمة أو هذا المأزق. اليوم بالبحث عن خطة الطوارئ الاقتصادية لجأت، يعني لمحت لشغلتين، الإيرادات الدولة اللبنانية، ونحن بنعرف اليوم أنه بالأساس عنا عجز بالمالية العامة للدولة اللبنانية وتكاد لا تكفي، يعني وأيضا من خلال، يعني خليني مستحي استعمل هذا التعبير، ولكن التسول، يعني اللجوء إلى المجتمع الدولي. كان في حديث أنه عن التبديل بوجهة استعمال بعض القروض، أيضا يعني تم التطرق إلى الدول كيف، يعني كيف يمكن مساعدة لبنان في حال حصلت حرب فيه. فإذا بيجي بتطلع أنا وياك بلاقي ما في خطة، يعني كلها صف كلام مثل ما قلت لك نثر. أيضا اليوم يعني بحرب تموز، نحن دائما المقياس بيكون إذا عم بحكي حرب مع عدو مثل اليوم لا قدر الله، بدي أرجع لل 2006. 2006 الأضرار كانت وصلت إلى 12 مليار دولار. اليوم هذا الرقم مرشح ليوصل، طبعا حسب الخبراء والقراءات الأولية، أنه بين 16 و 17 مليار إذا ما كان الأمر يقتصر فقط على الحجم أو الرقعة اللي أخذنا اللي وقت اللي عملتهم إسرائيل، مثلا مثل ضرب الجسورة وقت دمرت يعني الضاحية الجنوبية وأيضا بعض القرى. وطبعا هون أنا ما عم بحكي عن أكلاف حرب سلاح وغيرها، لا، أنا عم بحكي عن تعويضات تدفع إلى الأسر، وأيضا عن الأعباء على المالية العامة، وأيضا عم بحكي عن كلفة يعني إعادة البناء وكل هذه القصص. طبعا